Mas deu soroma, achei soroma. O resumo não custa. Mas que não é que eu o Erdogan arroba, o te hint que varem que varem minutos mais chulose, mas que varre. O que bilde o zor mor mora, mo que mora. Sir, أنا مصطفى الأحمد من أهالي تل أبيض شرقي. تعرض أحد أبنائي لحادث مؤسف بتاريخ 11/9/2015 على تعرضه لطلق ناري من الحدود التركية، وبعد إسعافه إلى مشفى تل أبيض الوطني تم نقله إلى مشفى تل أقشى قلعة التركي وتقديم الإسعافات الأولية على مدار 48 ساعة. عندها أفادوني بأن ولدي وضعه الصحي تحسن، قمت بإرجاعه إلى البيت، وعند وصوله إلى البيت حاولت التأكد من وضعه، التأكد للإطمئنان على وضعه الصحي، قمت بإسعافه إلى مشفى راس العين، وبعد بقائه لمدة 55 ساعة على أثر إطلاق النار أفادوني المشفى بأن الطلقة اللي أطلقت على ولدي كانت مسمومة، وتوفى بأجل المحتوم بتاريخ 15/9/2015. بلدنا ما بدنا بلدنا، يعني نحن بدنا يعني الآن احنا صرنا بال 2000 وصارنا 9 سنوات، صارنا 9 سنوات بحالة حرب. احنا بدنا البلد تستقر، بدنا البلد ترتاح، بدنا سلم نعيش بسلم. ملينا من الحرب، يعني نحن ما عدنا استطاعة نتحمل حروب، يعني شعب نحن ملينا من الحروب. بدنا نستقر، بدنا نعيش، بدنا اولادنا يعيشون. اولادنا عم يتذبحوا على كيس منو، على كيس منو اولادنا عم يتذبحوا. جلستان محمد علي، مراسلة وكالة هوار في مقاطعة الأبيض. في بداية 1/11/2018 في عام المنصرم كان يوجد انتهاكات الدولة التركية على الحدود الفاصل بين سوريا وتركيا على مقاطعة الأبيض. كان يوجد انتهاكات في 1/11/2018 تصابت طفلة على حدود التركية في قرية تلفندر. فبعد يوم زادت الانتهاكات على مقاطعة الأبيض بحق المدنيين. فنحن كإعلاميين في المقاطعة وتابعين لمراسلتها وكالة هاوار ذهبنا لتغطية الأحداث التي تجرى على الحدود. ففي 2/11 تصاوبنا أنا ورفيقي إبراهيم محمد في حي المنبطح الواقع على الحدود ببعد 500 متر. تم استهدافنا بشكل مباشر، صوب بقناص ورفيقي بشظايا. الدولة التركية من خلال ممارستها بحق الصحفيين هي استهدفت الصحفيين بشكل مباشر، والآن نرى ما يحدث في تركيا. تركيا تحاول طمع الصحفيين لعدم أظهار حقيقة ما يجرى في تركيا، والآن يوجد المئات من الصحفيين في سجون تركيا. هذا يدل أن تركيا تحاول إخفاء ما تعمل فيه في منطقتها. نحن كصحفيين سنكون دائما في مكان الحدث ونغطي ما يجرى في واقع المقاطعة، وسنظهر كل ما يجرى.